السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتعرف اليوم على الكيين. إذن الكيين هو عبارة عن تأثير مركب خاص Special Compositing Effect، أي عبارة عن تأثير يسمح لنا بأخذ جزء من الفيديو وجعله شفافا. بتعبير بسيط، فصل الخلفية. يكون اختيارنا لهذا الجزء من الفيديو بناء على اللون اللومينس أو الماسك، فهذا ما يعرف بالكروما كيين. لذلك عادة ما نستخدم اللون الأخضر لأنه لون يسهل على البرنامج معالجته، لأن الجرين تشانل هي الأقوى من بين قنوات الRGB مقارنة بالريد أند بلو تشانلز، إضافة إلى كون الجرين تشانل تكون نقية وتعطينا نتيجة أوضح عند عملية الكيين. لكن بعض اللقطات تتطلب استخدام اللون الأزرق بدل الأخضر، وذلك لأن الشخصية التي نريد تصويرها ممكن أن ترتدي اللون الأخضر مثل الجرين جاينت، وممكن كذلك أن تكون بعض المكونات التي لا نريد عزلها باللون الأخضر. فمهما كان السبب، يفضل الناس استخدام اللون الأزرق كبديل للأخضر مع تطبيق نفس خطوات عملية الكيين، فقط نقوم بتحديد اللون الأزرق بدل الأخضر في المشاهد.